وطلبتنا هذا على موعد يوم 15 أكتوبر لإيداع ملفاتهم عبر منصة خصصت لهذا الغرض وهي منصة منحتي للاستفادة من المنحة والتي عرفت زيادة من 1300 دينار جزائري إلى 2000 دينار جزائري بزيادة قدرة 54% بعد الزيادة التي أقرها السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لصالح الطلبة. إذن سوف يكون صب هذه المنحة لأول مرة في يوم واحد موحد عبر جميع المدن الجامعية وعبر كامل ولايات الوطن. خلال هذه المنصة الرقمية سوف يتم إيداع الوثائق المطلوبة للاستفادة من المنحة ولكن بصفة رقمية. إذن سوف يتم الاستغناء عن الطابع المادي الطابع الورقي، لن يكون الطالب مجبرا للتنقل إلى المصالح التابعة لإقامة ومديرية الخدمات الجامعية لإيداع الملف ورقي بنفسه للاستفادة من هذه المنحة. منها جميع الطلبة الذين يستوفون الشروط المحددة في النصوص القانونية الناظمة للاستفادة من المنحة أو منحة الطلبة.